ما هي لو كانت لقيت راجل يلمها ما كانتش عملت كده. جبرية عيون جبري. سيبينا واحدنا، ها؟ يعني كلمة أنا اللي وقفت في الزور. قلت لك سيبينا واحدنا، عايز أتكلم مع أختي. وأنا الغريبة صح داخلة من البصلة وقشرتها. حاضر غلطانة أنا غلطانة. نقعد يا فوزية، اللي ودك عند كريمة. البت زينب هي اللي ولعت في جازي وعفشي، ومش كده وبس، البت دي الغلي مالها يا عبد الحكيم، دي كانت عايزة تموتني هي واللي ينقطع فرطها نادية. ترضى ما كانش لازم تروحي، كنت قولي لي وانا كنت هتصرف. يا عبد الحكيم الولية كريمة ما هياش سهلة، دي بتخطط لحاجة، وما كنتش تلمها من دلوقت مش هتعرف تلمها تاني. هتعمل ايه؟ في ايه؟ بح في جهازي. انزلي نقي اللي انت عايزاه، وانا هجيب لك كد اللي راح 20 مرة. قولي المحروس قد الكتاب بكرة. صح يا عبد الحكيم؟ صح. حسن. حسن كنت فين؟ ما كنتش. اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا كده طريقتك ومعاملتك للناس. يعني ايه؟ يعني اللي يسوى واللي ما يسواش بقى راسه براسنا. كامل المجنون اللي دماغه رايحه منه كان عايز يموتني. يا مري كده منه لنفسه؟ اسأل الناس لو مش مصدقني. استنى، مش بتكلم معاك. نعم. غير هدومك، استناني في المكتب لحد ما ارجع لك. مروان فين أمال؟ سمعتني قلت لك إيه؟ أنا ممكن أعرف حاجة. قول. أنا ليه كل ما بتتكلم معايا بتزعج؟ ليه بتبقى عصبي؟ وكأنك بتتخانق ويايا، مع إنك لما بتتكلم مع مروان بتاخده على الهادي وبتحايله كأن هو الحال اللي قريب من قلبك. لا ما تقولش كده، أنت مروان عند ابوك في ميزان واحد. لا يا أمّا مش في ميزان واحد، لو كنا في ميزان واحد كان عملني زي ما بيعامله. ولدك اتجنن يا جبرية، فاكرني بفضل مروان عليه. لا يا أخويا، ده من كتر حبه ليك يعني نفسه بقى قريب منك، تتكلم معاه أكتر، يحس كده إن هو عينك ودراعك. شمس فين؟ موجودة أخويا. زينة. زينة والمحروس جزر قاعد على القهوة كالعادة، محدش بيعمل حاجة عليها العين في البيت ده غير مروان. زينب اعملي حسابك هتتجوزي لو انت ايه اللي انت سمعتيه. انت عارفه يا ماما الكلام ده معناه ايه؟ عارفه وفاهمه كويس قوي انا بقول ايه. طب لو انت فاهمه فهميني. اسمعي يا زينب، لو كانت البلد دي بتعمل لعمك حساب قيراط واحد، فهي بتعمل للعمده 24 قيراط، وبعدين العمده سلطه. عندك حق. وغير كده وكده، عثمان ده يعرف عن عمك كل كبيره وصغيره اللي مفيش مخلوق يعرفها، حتى جبريه نفسها ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني عثمان لما يتجوزك هيبقى كل همه يجيب ميراثك وارضك من عبد الحكيم عشان يلم كل الحاجات دي ويحطها في جيبه عشان البلد كلها تبقى في حب العمدة. فهمتي؟ فهمت. يعني انت دلوقتي عايزة تحطي العمدة قدام عبد الحكيم في حلبة مصارعة واحدة، واحنا بقى نقعد نتفرج عليهم. دي شهد جت اهي. عملتي ايه يا شهد؟ قال لي ان هو هيحقق ورا الموضوع، بس طبعا قعد يلقح في الكلام ويقول لي يمكن سفرة الحجاز زي خالك عبد السلام.
سيبيه لأ. المهم إن هو عرف عشان بعد كده لما نطلب منه حاجة ينفذها لنا. تحية نادي. تعال زينب. روح لعمك. صح الكلام اللي انا سمعته ده بنت اخويا؟ اوه تدعي ايدك يا رب، ربنا ياخدك يا عبد الحكيم. انت ايه راجل؟ ما عندكش دم؟ جاي بيت الراجل اللي انت طخيته بالنار ودمه لسه ما نشفش. انت تخرسي خالص. خرس حياتك وتقدم وسطك. ايه؟ فاكرني ايه؟ هخاف منك وهعمل لك حساب؟ لا، انت مالكش عندي اي 30 لازمه. بتضرب بنتي قدامي وجاي وفرد ضلوعك ومحمر عينيك. خلاص خفت وكشيت في جلدي، هموت الحقوني. انت معايا يا بنت كريمه؟ اوعى نزل ايدك، اوعى اوعى، مش رايحه معاك في حته. ايه بنت كريمه؟ بنت كريمه مالها؟ كريمه عامله فيكوا ايه؟ هرجع اقلبكوا كده ليه؟ وكمان بتعلي حسك عليا. اطلع بره يا عبد الحكيم، احسن قسما عظما. اطلع اجيب البندقيه بتاعت اخويا واتخك عيار واخلص منك ومن قرفك. بدل ما تعجليها، بدل ما تقولي لها تحترم عمها، ها؟ بدل ما تقولي لها يعلمك الصح من الغلط. ما اتعلمناه منك خلاص يا عم، اتعلمنا اللي احنا عايزينه هو الصح، اللي يناسبنا هو الصح، وطالما اللي احنا عايزينه بقى بيصب في مصلحتنا فطز في مصلحة اي حد تاني. هو ده اللي احنا اتعلمناه منك يا عمي. اقول لك على حاجة غريبة قوي كمان، بابا الله يرحمه كان دايما بيقعد معانا ويقول علينا ان احنا جيل فاشل، جيل ما يعرفش معنى العيله، لا عمره زار عم ولا خال ولا ودى حد من اهله. كان الله يرحمه بيتكلم وهو مش واخد باله ان هو نفسه عمره ما زار حد من اهله. انت بقى دلوقتي جاي تعلمنا فين الصح وفين الغلط؟ الصح ده بقى اللي انا وزينب بنعمله ولا امي اللي مش عاجباك؟ ما هي برضه بتقلدك. هي طبعا ما وصلتش للمرحله اللي انت وصلت لها. احنا بنعمل اللي اتعلمناه منك يا كبير. كرهت البنات فيا يا كريمه؟ كرهت البنات في عمهم؟ انا مش مخلفه بنات يا عبد الحكيم، انا مخلفه رجاله بشنبات. وهقول لك تاني، لو ما خرجتش دلوقتي هطخك بالنار واخلص منك بره بره. صدقني يا عبد السلام، ما كانش قصدي، أنا كنت جاي لك وفي نيتي إن أنا أستسمحك وأرضيك، لكن أنت طورت علي، أنت صاحب عمري، أخويا اللي ما جابتوش أمي، لكن هنعمل إيه؟ بجد مكتوب يا أخويا، وأنت يا عبد الله أخويا أمي وأبويا، أنت عارف، أنت عارف أنا عملت كده ليه؟ عشان أحافظ على الأرض والمال والعيلة. لو سبت كل واحد يعمل اللي هو عايزه وياكل اللي عايزه ضاعت، مش كده؟ Ha 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 ha!
يعني لا جيت ولا سألت ولا قلت حتى اروح اشوف مالها بعد اللي حصل. ما انت عارفه يا فوزيه عم الحاج منبه عليا اني ما اجيش هنا طول ما هو مش موجود. برضك كان لازم نسيب اللي وراك واللي قدامك وتجي تطمن علي. هاجي اقول ايه؟ هاجي اقول لك ما تزعليش ولا هاجي اقول لك معلش؟ تقول كده؟ ما تقولش كده ليه؟ عشان المفروض ان انا اجي اقول لك ان انا هجيب اللي احسن منه، انما هعمل ايه؟ حسيت اني عاجز، ايدي مش طايله. ما تقولش كده؟ بس هي دي الحقيقه يا فوزيه. طيب مش عايز تعرف عبد الحكيم اخويا قال لي ايه؟ قال لي ان كتب الكتاب هيبقى بكره. ايه؟ بتتكلمي بجد؟ ايوه صح. يا فرج الله. عايز اقول لك على حاجه بقى، ان عبد الحكيم ده احسن واحد في الدنيا. اقول لك عبد الحكيم ده سيدي وتاج راسي، ويعني لو طلب مني اي حاجه في الدنيا حتى لو قال لي موت نفسك هعمل كده. بقى خليها لبكره. مش قادر استنى لحد بكره. بعد يا واد بعد. اوعى. انا عايز امشي من هنا. سمعتني يا حسن؟ لا. لا سمعتني وعامل نفسك مش واخد بالك. عايز اقول لك على حاجه. انا حامل. ايه؟ ايه في ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ هو انا قلت حاجه غريبه لا سمح الله؟ بقول لك حامل. ولي العهد هيشرف. يلا انزل قول لابوك. أبوك أول ما يعرف إن أنت هتجيب له ولي العهد هيطير من الفرحة وهينسى مروان ده خالص وهيشيله من دماغه كمان. اسمع بس اللي بقولك عليه. أنت بتحبيني بجد يا ريتال؟ الظهر اللي أنت شفته في حياتك مخليك مش قادر تصدق إن ممكن يكون في حد بيحبك بجد. يعني أنا في الأول قلتلك إن إحنا الاتنين محتاجين لبعض وده الأهم، بس يعني إن جيت للحق أول ما عرفت إن أنا حامل حسيت ان انا ما اقدرش استغنى عنك يا حسن. ما حبكش ليه وانا في بطني حته منك. الاول يعني كنت مقلقه منك كده واخده جنب، بس دلوقتي لا، دلوقتي انا ماليش غيرك يا حسن. حسن وبس، انت اخويا وابويا واهلي كلهم. وابويا يا ريتال؟ جدي الواد يا حسن. جواكي من ناحيته ولا اي حاجه؟ الأول بس يعني كنت شايلة منه، كان في بيني وبينه حاجز كبير قوي، بس دلوقتي هشيل منه ليه؟ عشان الأرض والفلوس؟ كل ده هيرجع لابني وابنك في الآخر. يلا يا حسن انزل طمنه وخده في حضنك وقول له إن الريتال بتحبني واقفة معايا. أنت ابنه الوحيد اللي هتجيب له العيل اللي هشيل اسمه طول العمر. يلا يا حسن قوم بقى. متزعلش مني يا ابوي. طب لو قلت لك على خبر يخليك تنسى الدنيا واللي فيها تعمل ايه؟ الاخبار في البيت الكبير بقت كلها زفت. الا الخبر اللي هقوله لك. خبر ايه؟ ريتال حامل. بتقول ايه يا ولد؟ بقول لك ريتال حامل. صحيح يا حسن؟ صحيح. مبروك يا ولدي. مبروك. فرحان يا حاج؟ طبعا فرحان. فرحان. على فين؟ هطمن عليها.
يا بنتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. اقعدي اقعدي. بالراحة بالراحة. بيتي ايه؟ عايزه ايه؟ ابوي مال في الاوضه عند حسن. ليه بيعمل ايه؟ معرفش. رتال انت بنت اخوي، اللي تطلبيه كله انا تحت امرك، ولازم تعرفي انت اهم واحده في الدار دي، اهم من نفسي كمان. وهتعملي حاجه بنفسك، اي حاجه عايزاها اللي في البيت يعملوها ان شاء الله جبريه، انما انت ما تتحركيش. وفي ايه؟ رجال حامل حامل حامل. خلي بالك من نفسك يا بنتي. حاضر يا عمي، ربنا يخليك لي يا رب. رجال حامل يامه. سيبها يا حسن، أنا عارفة إن مرات عمي مش مصدقة نفسها من الفرحة. بالراحة. ولي العهد هيشرف يا مرات عمي اللي هيقول لك يا جدة، ابن حسن حبيبي القلب. أقول لك أنا حاسة بإيه؟ هاتي إيدك، هاتي إيدك. حاسة إن هنا هيبقى في توأم إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. توم، توم يا جبرية، زغرتي. ما تزغرتي يا مرات عمي. مش مصدقة من الفرحة. مبروك يا بنتي. حبيبي يا عمي، ربنا يخليك ليا يا رب. مرارك الطافح يا جبرية. يا مرارك الطافح يا جبرية. ادي الليل اللي مالوش آخر. يا نصيبتك يا جبرية، يا نصيبتك. أقول إيه؟ أقول إيه؟ أقولها؟ لا 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 لا، مش معقول. لا ده كلام ده بيه. بنت كريمة حبلها من ولدي. لا الصح ده أكيد. كريمة وبنتها وولدها هيورثوني. لا لا كيف كيف يا جبرية كيف؟ أقول إيه؟ هيبقى أقول بكره والد ولدي، بس لو حصل أنا هقتله بيدي. لا 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 مش حقيقي. يا مرار الطافح يا مراري. آه يا بنت كريمة وطول قلبك لقطع بسناني. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ بفكر. فكري في ايه؟ قولي لي يا زينب، هو المأمور متجوز؟ مش فاهمه السؤال يا ماما. يعني العمده وفي ايدينا، ايه المانع بقى يبقى مأمور الاسم كمان في ايدينا؟ وبكده يبقى نسيبنا الحكومه؟ ساعتها هما اللي هيجروا يدوروا على ورثنا، وانا امد ايدي في ستر عبد الحكيم وانزع قلبه بايديا، ويبقى يوريني بقى مين اللي هيدفع ديته. فهمتي؟ فهمت. قولي ايه حكايه الشركه دي؟ هساعدك. اسمع اللي بقولك عليه بعدين كشر. أنا وأنت واحد، وأنا وأنت مالنا واحد، وأنا عندي مال وأرضي
خد اللي انت عايزه. وانا كل ما انت تكبر انا هبقى سعيدة ومبسوطة. بس يدي في يدك. طب اشربي عصير ال اللي معرفش نوعه دي ايه؟ متزين بالتفاحة. تأخرتي ليه كده؟ ما تأخرتش ولا حاجة، أنا واصلة من بدري، بس عديت على الفندق قعدت شوية، وبعدين كان عندي نمرة خلصتها وجي. عملتي ايه؟ في ايه؟ مالك؟ أنا حاسة زي ما يكون لابسك عفريت. قولي لي بس عملتي ايه؟ عملت اللي اتفقنا عليه. ايه؟ قلتي له إنك حامل؟ أنت عبيطة؟ أقول له إزاي إن أنا حامل؟ لا يا أختي، أنا كان لازم أفرش الأول، وبعدين أنا لو كنت قلت له إن أنا حامل منك كده على طول، كان زمانه دفني في المكان اللي أنا قاعدة فيه. أمال ناوية على إيه؟ بصي بقى، انت هتكلمي فريده دي اللي انت قلتي عليها. هقول لها ايه؟ هتقولي لها انك سقطتي وان انت مش هتروحي البلد تاني وان انت لقيتي ناس قرايبك هنا وهتقعدي عنده. وبعدين وانا هقول لعبد الحكيم ان انا حامل منه. خايفه لو حد كشف الحكايه دي مش هتعدي على خير ابدا. وهيكتشفوها ازاي؟ الحكايه دي محدش يعرفها غير انا وانت وبس. طب وانا هعمل ايه؟ هفضل قاعدة هنا؟ اه هتفضلي قاعدة هنا. وايه يعني؟ ايه المشكلة؟ طب وحسن؟ يا دي النيلة على حسن وسنين حسن. الواد ده زبال، ما يهموش غير نفسه وبس. وانت بقى يا مفيدة مالكيش أي سعر عنده. وهو مروان بعت اللي يخلص منك، عايزة دليل ايه تاني؟ عندك حق. بالواد ده أنا هعرف أخش بيت عبد الحكيم. واعرف اخد منه فلوس زي ما انا عايزه. وانت كمان هتضمني ان ابنك يتربى في خيره؟ مش هو ده اللي يستحقه؟ وانا معاك يا ندى في كل اللي تقوليه. جدع. يا شمس مالك؟ أبوي ماله؟ لما عرف إن حبلة ما عملش معايا زي ما عمل مع ريتال، راح لها لحد الأوضة وباس راسها وخدها في حضنه. ولد أخوي أحسن مني وولد شمس ملوش عوزة. لا 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 ما تقوليش كده يا شمس. لا أقول اللي أنت ما واخدش بالك منه. عارف ده معناته إيه؟ معناته إن إحنا ولا لينا لازمة. أنا كنت فاكرة الدنيا مش هتساع أبويا من الفرحة لما يعرف إني حبلة. يا بت يا خايبة، ده ابن ابنه اللي هيشيل اسمه، الوريث لازم يفرح بيه. وده ولد بته ولا أنا غلطانة؟ شمس شيلي الأفكار دي من دماغك وما تشغليش بالك. لا ده أنا لازم أشغل بالي مليون مرة، وإنت كمان لازم تشغل بالك، لأن اللي جاي لا على البال ولا على الخاطر. وإنت هتقلقينا ليه بس؟ أقول لك أنا هتصرف، هحلها. أنا مش هسيب الدنيا تمشي كده وأنا واقفة أتفرج. كده ده يا ريتالة بنت كريمة خدت عقل أبوي كده مرة واحدة. شفت أبوي عمل إيه؟ عشان تبقى تصدقني بعد كده. أيوة صح، أنت صح. طب أنا ليه عندك طلب بقى؟ إيه هو؟ عايز أروح أشوف أمي. تتجننتي؟ أنت عايز أبويا يجلب علينا؟ مش كفاية اللي عملته أختك زينب؟ في إيه حسن؟ عايزه اقول لها ان انا حامل. لا لا ليه؟ اخاف. تخاف من امي؟ انا امك لا بتحبنا ولا بتحب ابويا ولا بتقبلني بعد اللي حصل. اكيد لو عرفت يمكن تسقطك. تسقطني انا يا حسن؟ دمي
انت شكلك ما تعرفش امي كويس قوي. مش يمكن لما اقولها ان انا حامل الامور تتحل وكل حاجه تروح لحالها؟ برضه لا، صعب. انا بصراحه قلبي مش جايبني يا حسن. مش انا قبل كده قلت لك على اللي هيحصل وحصل يعني، وقلت لك كمان ان ابوك قلبه هيلين ولان؟ صدقني ما تخافش. طب خليها للصبح. وليه مش دلوقتي؟ مش هينفع. ايه بس اللي هيخليه ما ينفعش؟ هيسالني رايح فين. يا سيدي قول له اي حاجه، قول له مبسوطين نازلين نشم هوا، اي حاجه. يلا بقى يا حسن قوم. ما قلت حاضر. الله، نعم. ايه اللي جابك؟ تعالي ماما عايزاكي. اوعي. طيب خير، في ايه؟ هقولك لما نقعد. نعم. انا حامل. حامل؟ ايوه حامل. عبد الحكيم اول ما عرف اتجنن، كان هيموت من الفرحه. طلع لي لحد الاوضه وبص على راسي وقال لي اللي تأمري بيه، اللي انت عايزاه، كل اللي في البيت ده تحت امرك. خير وبركة يا برنسيس. ما شفتيش بقى جبرية عينيها كانت بتطق شرار؟ والله العظيم يا كريم اعلى ما في خيلها تركب. طب وانت ناوية تعملي ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ انا اللي في دماغي هنفذه وهمشي بيه. اوعي يا بنت تكوني فاكرة حتة البتاع اللي في بطنك ده هينسيني اللي عمله فيا عبد الحكيم واللي عملته جبرية. تبقي غبية وغلطانة لو فكرتي للحظة تنسي اللي احنا جايين عشانه. أنا بإيدي هسقطك يا ريتال. مش ده اللي في دماغي يا ماما. أمال إيه اللي في دماغك يا أختي؟ بعد ما عرفت إن جبرية هي اللي قتلت أبويا لازم أخليها تسد في التراب، تقول حقي برقبتي. بس أنا دلوقتي بسألك أنت يا كريم، أنت هتعملي إيه؟ اللي في دماغي هو في دماغي. جبرية وعبد الحكيم فاكرين ان انا هكش واجيب ورا، انما لا، ده بعيد عن شنبهم هما الاتنين. وبعدين؟ اسمعي بقى، انت تروحي لعبد الحكيم وتعملي شوية الحركات بتوعك دول، نزلي لك دمعتين كده وتقولي له يا عمي بعد الكلام الحلو اللي انا سمعت منك ده حسستني اني انا ابويا ما ماتش، ودايما تفكريه باللي في بطنك عشان يحس ان الدنيا تحت رجليه. حصل. وحياتك عارفه ان انت تعملي كده. فوزيه كاتبه كتابها بكره. بالهنا والشفا. ماشي يا كريمه، ارضي عني انت بس. اوعيدك. خلاص بقى يا كريم. بقول لك ايه، خدي المفيد. عايزاكي تخرجي من هنا مع عياطه وتقولي لهم وتفهميهم ان انا طردتك من البيت وقلت لك مش عايزه رجلك تيجي هنا تاني. طبعا تعرفي تعملي كده. تربيتك. انا همشي بقى عشان حسن مستنين. الله في سماه، الله في سماه، لو نسيت اللحظه اللي حصل لنا ده اخرتك هكون على ايدي. سامعاني؟ تكلم. مش عارفة أعيط ولا أضحك ولا أفرح ولا أحزن. مش عارفة والله، ما عارفة. تقومي بالسلامة يا ريدال. الفطير طالع إيه؟ عسل. يا رب الأمور تمشي على خير يا رب. يا أختي هتمشي، وإن شاء الله إن شاء الله ليلتك مش هتبقى بيضة، ده هتبقى حمراء. صحي فرحانه لي يا جبريه. اه والله من قلب فوزيه،
ده انا الود ودي كنت عملت الفرح 7 ليالي ورقصت لك كمان، واخوكي كان قتلني. بعد الشر عليك. ما انت زي اختي بردك يا جبريه. اه والله صح اختي حبيبتي انت. يا ابويا بيقول لي اذبح ايديك رومي. واحد هو ماله بخيل كده؟ احنا عندنا كم فوزيه يعني، اذبح التنين اقول لك 3 يا بيت. حاضر يا عم، مبروك يا عمتي. الله يبارك فيك. مبروك. بقول لك ايه يا شمس، اطلع للسنيوره قولي لها تفز وتنزل تساعدنا، عيب كده ولا هي هتفضل راكده يعني في السرير تبدو وتفجس. حاضر يا اما. جبريه انا صراحه لسه خايفه وقلقانه. يا بنت ما تخافيش يا بنت، سيبيها على الله هتبقى ليله زي الفل. انت بس طول ما انت قاعده خمسي كده وكبري عشان حدش يطل عليكي طله ينفخ في وشك نفخه. امال ايه؟ قولي يا رب بس. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. والبت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا